من داخل جامعة طنطا مع لقاء مع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا لبوابة أخبار اليوم حول إتمام التصالح اليوم في واقعة فتاة الفستان خاص لبوابة أخبار اليوم. معالي الوزير، بنهني حضرتك النهاردة بإتمام التصالح التي في قضية فتاة الفستان التي شغلت الرأي العام. نحب نتعرف من حضرتك على أهم بنود التصالح اللي تم اليوم والجهود التي بذلت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دائما وأبدا كنت بقول أن الجامعة ليست طرفا في هذا النزاع بين الطالبة وبين بعض موظفات الجامعة، لكن طبعا المسؤولية المجتمعية وشعوري كوالد لبنتنا حبيبة وأخ لموظفات الجامعة، الحقيقة لقيت أنه من الأهمية بمكان أن نطرح مبادرة يعني لحل الإشكالية اللي بينهم أو النزاع اللي بينهم ووصل إلى يعني النيابة العامة. والحقيقة النهاردة وجدنا منهم من الأطراف كلها رغبة حقيقية لحل هذه المشكلة، وبحكمة حقيقة كبيرة يمكن أنا ما كنتش متوقعها بالصورة دي، والجميع شارك، يعني مجلس قومي المرأة، اتحاد الطلاب، قيادات الجامعة، الجميع شارك في هذه المبادرة وبذلنا مجهود الحمد لله أنه هو يعني لاقى قبول جميع الأطراف بدون أي ضغط على أي طرف من الأطراف. الجميع كان سعيد جدا النهاردة بهذه المبادرة، وأعتقد أن الشعب المصري كله هيبقى سعيد بهذه المصالحة، يعني خلينا أقول التاريخية، لأنها بالفعل مصالحة بين بنت ووالدها ووالدتها، يعني هي أسرة كاملة، احنا كلنا في الآخر كل المصريين إخوات وكل المصريين الود والمحبة بينهم، ويعني لا نحب أبدا أن حد يعني يجي على حساب حد أو أنه هو يظلم حد. إحنا في النهاية الطالبة الحقيقة قدمت الاعتذار للجامعة عما بدر منها سواء على صفحات التواصل الاجتماعي أو على السوشيال ميديا أو القنوات الفضائية، كما قدمت الاعتذار للموظفات عما بدر منها وقد يكون فهمه بصورة أو بأخرى. أنا تقدمت بالشكر للجميع لهذه المبادرة والاستجابة ليها، والحقيقة بتمنى ليهم كل التوفيق والخير إن شاء الله. شكرا للدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا من داخل جامعة طنطا.